اليوم التقيت بالصدفة بهيدا الشاب عم يربي الببغاء تبعه بلعبهم. شوفهم أحلى يا الله. وهيدا الثاني طبعا هن ما عم يسترجوا يجوا لعندي لأنه بيعرفوا صاحبهم. فعن جد الببغاء يعني طير ذكي. شوفوا هلأ كيف بيروح لعنده بس يناديله. شوفوا شوفوا يا عيني يا عيني يا سلام. طبعا هو بيعض هيك حسب اذا بيصير اليف للشخص او لا. لحد الان الامور رواق يعني. الله يستر.